من طبيبك. النهاردة بنتكلم عن الشريان التاجي. أعتقد من الموضوعات المهمة جدا الشريان التاجي، وفي عدد من المصريين بقى عندهم مشكلة في هذا الشريان. هنتكلم عن الشرايين التاجية بشكل عام، هنتكلم عن مشاكلها، هنتكلم عن أسباب المشاكل اللي ممكن تؤدي إلى حدوث انسداد في الشريان التاجي. موضوع في غاية أهمية هنتكلم فيه بالتفصيل مع ضيفنا العزيز الدكتور محمد فريد الجندي، دكتوراه أمراض القلب والأوعية الدموية، وأستاذ ورئيس قسم الطب بطب القلب بمعهد القلب القومي بالقاهرة. دكتور محمد، برحب بسيادتك معانا. اهلا بيك يا فندم. دكتور، في البداية عاوزين نعرف السادة المشاهدين، عاوزين نعرفهم يعني إيه شرايين تاجية؟ تمام. هو طبعا شوف، الشريان التاجي احد الشرايين الرئيسيه طالعه من الشريان الاورطي، ودي بتغذي عضله القلب. تمام. يعني الشريان الاورطي بيدي شرايين كتيره، شريان للقلب اسمه شرايين تاجيه، بيدي مثلا شرايين للكلى، شرايين للمعده، لكن الشريان اللي بيغذي عضله القلب اسمه الشريان التاجي. كويس. الشريان التاجي عندنا في شريان تاجي ايسر وشريان تاجي ايمن. الشريان التاجي كل شريان بيتفرع لفروع، الايسر بيتفرع لفرع ايسر نازل ودائري، والايمن بيبقى فيه بيتفرع كذا فرع، كويس. فبيبقى شكله زي التاج بالظبط، يعني بيحيط القلب كله بيبقى زي التاج، وبالتالي بيسمى الشرايين التاجيه. طبعا الشرايين التاجيه الامراض بتاعتها كثيره جدا. في امراض خلقيه في الشرايين التاجيه دي بتبدا من الصغر، ودي حالات بتبقى نادره كويس. وبتكتشف بدري. في حالات مكتسبه وممكن تكتسب في سن صغيرة جدا، لو في خلل في الدهون، تمثيل الغذاء للدهون، في دهون مرتفعة أو كوليسترول مرتفع. في الخلل اللي بيحصل في الشرايين التاجية اللي هو في السن المتقدم شوية، اللي هو كنا زمان بنقول بقى فوق الـ40، لكن بدنا نشوف دلوقتي في أعمار صغيرة جدا من العشرينات والتلاتينات، نتيجة العوامل كتير قوي، منها التدخين بكل أنواعه، المخدرات، الأساليب الغير صحية في الحياة، يعني ما فيش ممارسة الرياضة، ما فيش في أكلات سريعة غنية بالدهون، ما فيش حركة، في نوع من الرتابة، في ما فيش نشاط عنده خالص. ده كل ده بيخلي نسبة الإصابة بالشرايين التاجية بتكون نسبة عالية جدا. تمام. طب دكتور، لو جينا لنقطة مهمة جدا، العرض، وهو يعني اللي هو بيمثل الوقاية. العرض ده لو ظهر عند أي مريض يعرف إن هو عنده مشكلة في الشريان التاجي، مش مشكلة في الصدر أو مشكلة تمام بشكل عام في تمام منطقة تانية، إيه العرض اللي لازم لو ظهر المريض دايركت يروح للطبيب؟ طب اهم حاجه في امراض الشرايين التاجيه اللي هي الشعور بالام في الصدر. ده اول عرض واهم عرض، وده بيبقى في 90% من الحالات، يعني معظم الحالات لازم يبقى فيه الم. الالم ليه مواصفات معينه، بيجي الم في منتصف الصدر، بيجي مع المجهود، ممكن يسمع في الذراعين او في الفكين او في اعلى المعده، ممكن يسمع في الظهر، لكن الشائع ان هو بيسمع في الجهه اليسرى والذراع الايسر. ده الصورة السائدة اللي هو الألم الموصوف للشرايين التاجية، ده اسمه تيبيكال تشيست بين. لكن اللي فيه ألم مش تيبيكال، يعني ألم مش نمطية، يعني يجي ألم مثلا في أعلى المعدة بس، وبيقول لك أنا ما باكل بحس بوجع جامد في المعدة وأجي أمشي، فده ممكن يكون حاجة في القلب مش في المعدة، ممكن يكون ألم في الظهر بس. في ممكن ما يجيش ألم خالص، تيجي في صورة إعياء شديد، عدم قدرة على الحركة، تعب من أقل مجهود، دوخة بتجيله، ودي برضه حالات بتبقى مش هي دي الصورة النمطية للكسور الشريان التاجي. لكن الصورة أهم عرض اللي هو بيبتدي يفكر فيه الألم، والألم المرتبط بمجهود، والألم اللي مواصفاته في منتصف الصدر أو في الجهة اليسرى من الصدر بيسمع في الذراعين. ممكن يجي ألم لأول مرة، بيبقى ألم شديد جدا من غير مجهود، اللي هو نتيجة الذبحة الصدرية غير المستقرة، أو جلطة احتشاء أو احتشاء عضلة القلب، ده بيبقى فيه ألم في منتصف الصدر ويسمع في الذراعين، بيبقى معاه إعياء، في غثيان، في عرق شديد، في عدم قدرة، ممكن لا قدر الله بيبقى توقف للقلب فجأة، في يكون أول عرض للشرايين التاجية. دكتور محمد، يعني مرضى السكر ومرضى الضغط من الناس اللي هم دايما معرضين لمشكلة الشرايين التاجية، عاوزين برضو نتعرف على النوعين دول من المرضى. طبعا هو ده نوعين شائعين جدا، السكر والضغط، ومرتبطين مع بعض بنسبة كبيرة قوي. دي من عوامل الخطورة، يعني السكر، الضغط، الدهون الزيادة. السكر في حد ذاته بيعمل خلل في التمثيل الغذائي للدهون، وبالتالي بيبقى فيه عرضة للإصابة أكتر بالشرايين التاجية، أو الشرايين بصفة عامة، منها الشرايين الطرفية برضو، يعني عنده سكر بيبقى عنده استعداد للإصابة بالشرايين الطرفية، في التصلب فيها أو تدفق الدم في الشرايين الطرفية بتبقى ضعيف. برضو الضغط بيأثر على الجدار الأملس أو البطانة الملساء
للشرايين، وبتعمل فيها زي خشونه، بتبتدي تترسب فيها الصفائح الدمويه وتعمل مشاكل اللي هي مع الدهون اللي ناتجه من ارتفاع السكر، او لو هو عنده حتى دهون زايده. فبالتالي السكر والضغط من ضمن العوامل الاساسيه اللي هي ممكن تؤدي للاصابه بالشرايين التاجيه. ضيف لكده بقى طبعا التدخين، ضيف لكده السمنه، ضيف لكده عدم الحركه، ضيف لو في عنده امراض تانية، يعني عنده حاجه خلل في الغده الدرقيه او عنده مشاكل في الكلى، ده كل ده بيأثر على الشرايين التاجيه. ودايما اللي عنده سكر وضغط تلاقي عنده مشاكل بتنتهي بمشاكل في الكلى، بتنتهي في مشاكل في الشرايين الطرفيه مع الشرايين القلب. فبالتالي السكر والضغط هامين جدا او من عوامل الخطوره بالنسبه للاصابه بالشرايين التاجيه. طب دكتور، المريض اللي هو عنده مشكله في الشرايين التاجيه، يعني التشخيص بيتم ازاي ورحله العلاج برضه بتتم ازاي؟ بص، الحاله على حسب، يعني في عندنا الاصابه انواع الاصابه بالشرايين التاجيه او الاعراض بتاعتها، يا اما بتبقى ذبحه مستقره دي بتيجي مع مجهود معين، او ذبحه غير مستقره بتيجي مع اقل مجهود، او بتيجي تكون لسه حديثه، او الاحتشاء عضله القلب اللي هو جلطه القلب دي بتيجي فورا وبتبقى فيه الم شديد وفي اعراض تانية غثيان واعراض اللي احنا قلناها قبل كده. التشخيص اهم حاجه الالم، لو في المريض وصف للطبيب بيجي له الم بصفات معينه او مواصفات معينه، ده بنقدر نعرف ان دي كسور في الشريان التاجي. بنلجا للحالات الحاجات العاديه، بنعمل طبعا ناخد التاريخ المرضي، ضغط الدم مهم جدا، نشوف رسم القلب ده هام جدا. لو الحاله لاول مره او في الام شديده او الالم طول اكتر من نص ساعه، بنعمل انزيمات قلب، نشوف في هل في ارتفاع في انزيمات القلب ولا لا، لان ده يكون ممكن تكون بدايه احتشاء في عضله القلب او جلطه في القلب. بنعمل بقى طبعا لو عملنا عيان بيقول انا بيجي لي بوجع مثلا لما بمشي شويه، بنعمله رسم قلب عادي. لو لقينا الرسم سليم ممكن نلجا للرسم بالمجهود، او نلجا للمسح الذري، او بنلجا وطبعا نعمل موجات صوتيه للقلب، او نلجا للاشعه المقطعيه على الشرايين، ده لو الحاله مستقره او الحاله بتيجي مع مجهود معين. لكن لو عيان جاله الم شديد يبقى له مثلا ربع ساعه نص ساعه والم ده طول جدا، لا ده احنا بناخده بنعمله الانزيمات، بنعمله رسم القلب، ممكن ندخله القسطره على طول ونشخص الحاله. فالنهايه اي كسور في الشريان التاجي لازم ينتهي بقسطره. تمام. والقسطره مش لازم تنتهي بدعاء، يعني ممكن تنتهي بقسطره بس تشخيصيه ياخد علاج بعديها، او يعني تنتهي بدعامه، او تنتهي بقلب مفتوح. طب على حسب دكتور، اللي يعني كم شخص يعني كم دعامه ممكن مسموح بيها؟ يعني بنسمع اوقات شخص محتاج يركب دعامتين ثلاثه اربعه، وشخص تاني يدخل بعد ما يدخل غرفه العمليات عشان نركب له يقول له ده انت، لا ده انت لازم تدخل قلب مفتوح. طبعا، لان هو لو في اكثر من دي في اكثر من شريان والشرايين يعني معظمها فيها تضيقات كتيره، ودي يعني هتبقى هنحط انبوبه حديد، يعني دعامه ورا دعامه، يبقى الشريان نفسه فقد المرونه بتاعته، وبالتالي ممكن حتى يبقى عرضه، حتى لو فتحناه كويس بيبقى عرضه ان هو يجي له الام اكتر، بيبقى عرضه ممكن تتقفل الدعامات، بيبقى فيه مشاكل تانية كتير لما يجي نعمله حتى قلب مفتوح ما بقاش فيه مكان نركب فيه دعامات. احنا دايما بنحط الدعامات لو في جزئين مثلا، حتتين في الشريان نفسه، لو حاجات فوكل في كذا شريان بس بنقدر نوصل لها، ما يبقاش كذا حاجه، يعني ما يبقاش عندي الشريان في اربع كذا تضيق والشريان الثاني في اربع كذا تضيق وفي حاجه اتنين مع بعض، فده بالتالي ممكن هتبقى صعب جدا. تمام. بتتعمل، احنا بتتعمل وما فيش عندنا عدد معين من الدعامات، لكن احنا بنشوف ساعات النتيجه العيان هيستفيد قد ايه وهيقعد قد ايه كويس بالدعامات دي. صحيح دكتور، برضو النقطه المهمه جدا في الدعامات، الدعامات الدوائيه، وموضوع كبير جدا نسمع بقى الدعامه العاديه والدعامه العلاجيه. يعني الدعامه الدوائيه طبعا هي دلوقتي اللي اصبحت طبعا منتشره خلاص بشكل كبير، لكن لسه برضو في بعض المدارس او في بعض الاماكن بتستعمل الدعامات العاديه. لا، احنا قلما نستخدم دلوقتي الدعامات العاديه، لان طبعا نسبه الدي فيها مرتفعه جدا. لا، احنا حتى لو في حالات معينه كان الاول بنحط دعامه عاديه في الحالات احتشاء عضله القلب، بحاجه اسمها دعامه الحياه، يعني دعامه الحياه دي بتبقى بتتركب مجانا، كنا بنحط دعامه عاديه. دلوقتي بدانا نكتب دعامات دوائيه ويتوافق عليها. ليه؟ لان انا بشوف برضه العيان، انا بفتح له الشغلان وعاوزه برضه ما يجيش بعد شهرين او ثلاثه يبقى في دي، فبنركب دعامه دوائيه الاهم. صحيح. يعني بنركب دعامه عاديه ساعات في حالات معينه، عيان مش قادر ياخد دواء السيوله فترات طويله قوي، اللي حاجات تمنع التجلط او تمنع ترسيب الصفائح الدمويه. عيان مثلا هيعمل جراحه بدري، وبالتالي مش عاوز اديله برضه ادويه السيوله دي فتره طويله، لان الدعامه الدوائيه لازم ياخد على الاقل سنه ادويه السيوله. سنه كامله. سنه، لكن احنا ده الدعامه اللي دي ممكن من شهر لثلاث شهور
ممكن يتوقف. تمام في انواع حديثه من الدعامات الدوائيه ممكن تاخد مده اقل ولكن مش منتشر قوي. تمام دكتور محمد سعداء، بوجود حضرتك معانا في نهايه اللقاء بنشكر الاستاذ الدكتور محمد فريد الجندي، استاذ ورئيس اقسام القلب بالمعهد القومي للقلب بالقاهره. شكرا دكتور، نورتنا. شكرا. شكرا.